بالنسبة لمحافظة صلاح الدين، مو بس محافظة صلاح الدين، أغلب محافظات العراق بيها شغلة سلبية، أنه هي دائما سواء استقبال عام جديد أو منتخب أو الكثير من الاحتفاليات والفعاليات اللي تصير دائما نستقبلها بألعاب نارية، هذا الشيء يعكس انطباع سلبي نعينا على الفرح، كونا أنه يعني بكل مناسبة قاعد نواجه ضحايا وأطفال وأبرياء هواية ناس. يعني وصلنا لمرحلة قلنا حتى نكره المناسبات، وحتى نعم مثل ما تفضلت حتى بالمناسبات. فأتمنى يعني يعني من كل الناس اللي جاي تسمعني تسمع المتصلين يعني إنه إنه نحاول نعبر عن فرحتنا بطريقة لكن طريقة حضارية، طريقة محترمة تحترم وجود الآخرين. طبعا بالنسبة لا قبينا طبعا بالنسبة للألعاب النارية، تعرف أقول البعض قام شي يسوي إنه يشغل مفرقعات قبل تجي السيارة ويشمرها جوا السيارة. فعلاً هذا شيء هذا واقع حال. طبعا السيارة بنزين وبها مواد حارقة، طبعا هذا راح يسوي كارثة، راح يسوي كارثة. ليش ما نعرف نفرح؟ ليش ما نعرف نفرح؟ ليش حتى في فرحنا اكو بيفد اذيه؟ يعني دائما احنا نواجه هذا الشيء واحنا نمنع من هذا الشيء ونحاول يعني اتمنى صوت يوصل لجميع الناس انه يا ناس خلونا نفرح، خلونا نعيش ايامنا ولو بفرحة بسيطه، دعينا عن الالعاب النهاريه اللي بتروح ضحاياها هوايه ناس ابرياء واطفال وصغار وكبار. صح 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 بالضبط.